فنحن علينا ان طبعا. معلش استاذ شوقي، انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس احنا يمكن بنتابع مع بعض على الشاشه الان دخول سياره اسعاف التي تحمل ربما الرئيس المخلوع الى قاعه المحكمه. قبل قليل شاهدنا طائره هليكوبتر التي تقول التقارير انه تم نقل الرئيس المخلوع بها الى المستشفى. مشاهد كل لقطه منها بالفعل هو تسجيل للتاريخ. سياره الاسعاف تتقدم الان داخل أكاديمية الشرطة. نحن نعلم أن المدخل ربما حسب ما قرأت يبعد نحو كيلومتر ما بين المدخل إلى قاعة المحكمة نفسها. نشاهد جنود القوات المسلحة يحيطون بسيارة الإسعاف التي تقل الرئيس المخلوع. لا نعلم إذا كان مثلا سيتم فتح الباب فجأة فنرى الرئيس وهو يغادر الطائرة، عفوا يغادر سيارة الإسعاف أم لا. يعني بالتأكيد دكتور شوقي الموقف ربما صعب للغاية. هذه أول صورة لقاعة المحكمة من الداخل. قاعة المحكمة تبدو لي حتى الآن أنها شبه خاوية، يعني ربما ثلث القاعة ممتلئ فقط. القاعة ليست مليئة للدرجة التي وفقا لعدد التصاريح الممنوحة. في نفس الوقت النقل مرة أخرى إلى عربة الإسعاف نفسها. عفوا دكتور شوقي، ولكن ربما تكون تتابع معنا وأعتقد أنك تريد أن تنظر أيضا أو ترى كما أنظر الآن إذا ما كان الرئيس سوف يترجل من عربة الإسعاف أو كيف سيتم نقله. هل تشاهد معي هذه الصور دكتور شوقي؟ الكل يترقب منذ الصباح الباكر ومنذ الآن، يعني 7 إلى 5 يعني أقلعت الطائرة إلى المطار شرم الشيخ. الكل يتابع لحظة بلحظة، والكل بمعنى ليس مصر وحدها ولكن بالطبع. العالم كله يتابع هذه اللحظة التاريخية. وبالتالي لأنها بترسخ مبادئ. أنت تسائل رئيس سابق، أنت تسائل معاونين مسؤولين، أنت تسائل أكبر رأس في الدولة لأول مرة في التاريخ. وبالتالي ده درس هايل، درس عظيم، وأصبح حقيقة وكسرنا كل القصص والروايات التي قيلت من قبل. نحن الآن دكتور شوقي نرى لقطة مقربة لباب سيارة الإسعاف. نحن نرى ربما عدد من قوات الأمن تحيط بالسيارة بعربة الإسعاف. نرى صورة لشخص يرتدي، أنا أحاول النظر حتى داخل عربة الإسعاف، هناك شخص يرتدي ملابس مدنية، ربما قميص مخطط باللون الأحمر. لا نعلم إذا كان بالفعل سيتم فتح الباب، وخلال ثواني سنشهد خروج الرئيس المخلوع في أول ظهور علني له. الآن الباب يفتح، نرى ذلك الشخص الذي يرتدي القميص الذي تحدثت عنه ينزل من السيارة، والرئيس السابق هو في فعل رأينا الرئيس السابق لمحة سريعة وهو ينزل مترجلا من سيارة الإسعاف. لا نعلم إذا كان هناك كلبشات في إيده كما هو الحال مع كافة المتهمين المقبوض عليهم في هذه الحالات، ولكن نحن رأينا لمحة سريعة. أنا رأيت صورة سريعة للرئيس، ربما إذا لم أكن مخطئا لم يكن شعره مصبوغا باللون الأسود الكالح. ضباط الأمن والكل الآن نراهم على الشاشة ويحاولون النظر إلى الرجل أثناء خروجه من سيارة الإسعاف في أول صور تظهر للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك منذ أن تم إجباره على التنحي. لنشاهد سويا بالفعل إذا ما كنا سنشاهد بوضوح وجه الرئيس المخلوع. حتى الآن لم نرى لقطة واضحة، أنا فقط رأيته وهو سريعا يخرج من السيارة، الملامح التي لا يمكن لأي مواطن مصري أن يخطئ فيها، ملامح الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك حاكم مصر على مدى 30 عاما. كثيرين وقالوا أنه فرعون مصر، آخر فراعنة مصر، 30 عاما في الحكم. الآن هو يتجه لمواجهة محكمة وفقا للقضاء المصري، القضاء المصري الذي يثق فيه الكثيرين أمام دائرة متميزة من القضاء. وبالطبع وكما أشار الدكتور شوقي الكل يتطلع إلى محاكمة عادلة يشاهدها العالم بأجمعه. لا يوجد لدي أي شك بأن العالم بأجمعه الآن تتجه أنظاره إلى القاهرة، إلى أكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمة الرئيس المخلوع. ربما نشاهد في الجانب جزء صغير من وجه الرئيس. أنا أخمن معكم وأتابع معكم، ربما تشعروا يعني أن المرء بالفعل
يكاد لا يوجد لديه الكلمات للتعبير عن نحن بالفعل نشاهده في الطرف الأيمن للشاشة. هو يرتدي نظارة شمسية ويتجه الآن ماشيا، هو سيرا على الأقدام، لا في كرسي متحرك ولا نقالة ولا زي ما كان فريد الديب بيقول كل شوية غير قادر على الحركة، قلبه متوقف. يعني كل هذه الأمور الآن شاهدنا لأول مرة. دكتور شوقي، هل شاهدت معي هذه اللمحة الصغيرة للرئيس؟ هل شاهدته وهو